ويلكم باك اجين ريم ستارت. خلي بالك بص معايا كده الفيرب وليكن بلاي بعد الحاجات اللي انا هقولها، فكر كده هتقول اي ان جي ولا انفينيتيف يعني فعل من غير اضافات. اي اجري تو بلاي ولا بلاينج، اي ديسايد تو بلاي ولا بلاينج، اي لوك فورورد تو بلاي ولا بلاينج، اي اوبجكت تو او اي تيك تو play ولا playing. ركز مش كله هيجي وراه فعل في المصدر، وما تقولش ما هو كل الافعال اللي حضرتك قلتها اخرها to، مش كل to بيجي وراها فعل في المصدر الا اذا كانت to بمعنى ام، يعني I want to اريد ان يبقى play. I agree to play وافق ان العب. I decide to play انا اقرر ان العب. تو هنا في الأمثلة الثلاثة معناها أن، ولما تو معناها أن يجي وراها فعل من غير إضافات أو فعل في المصدر أو إنفينيتيف، يعني من غير أس ولا إدي ولا أي إن جي الشكل الأساسي. أما تو لو جت بعد الفيرب وي معناها على أو إلى أو ما غيره، لا في الحالة دي تيجي وراها فيرب بلس أي إن جي اللي بيعتبرها حرف جر، وحروف الجر اللي بتيجي مع الأفعال الفعل اللي وراها بيبقى فيه أي إن جي. يعني أي take two يعني اعتد على، I take two playing عشان هنا اعتد على، two معناها على، I look forward to أنا أشتاق إلى، two هنا معناها إلى، يبقى I look forward to playing. ليه؟ لأن two معناها هنا مش أن يبقى إلى أو على أو هكذا، تبقى حرف جر يبقى بعد الأفعال التي ترتبط بحروف جر الفعل اللي بعدها يجي ing. شير في الخير. At the end of our video, I hope to understand everything about justice. See you later. Goodbye, everybody.